ماراثونية جلسات طويلة كانت كلها شد وجد، كلها جدال قلبي يتعلق بخروقات اللي حبتها المسرح. لتأكد لكم اليوم أنه إحنا كدفاع جد المتاحي قمنا بما يلزم به القانون وبما يلزم به الضريبة، قدمنا ما يجب أن يقدم إلى المحكمة المقرة في إطار المهمة التي يطلق عنقنا باعتبارنا كدفاع من أسرة القضاء. أقولها دائما، نحترق من أجل إنارة الأماكن المظلمة حتى ترى العدالة، ترى المحكمة العدالة في أبشع في أبهى تجليتها. لذلك اليوم تم ختم هذه المعركة الطويلة في الجزء المتعلق بالمشكلة، والملف حجز للمداولة لجلسة الغد إن شاء الله صباحا لكي تسمع قرار المحكمة المتعلق بمشاتبة في دفوع الشكل التي قدمت والطلبات المتعلقة بإحراق حالة الاعتقاد التي جاءت، وفي الموضوع أخيرا لجلسة 21/9 إن شاء الله لمناقشة الموضوع إن وصلنا إلى هذه المرحلة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.